أيضا نهال عنبر صار لها وقت بعيدة عن التمثيل، ولكن حاليا هي راجعة بمجموعة أعمال من بينها مسلسل أعمل إيه اللي انطلق عرض الليلة، وهالعمل بيجمع عدد من النجوم من بينهم خالد الصاوي وصابرين اللي نشرت صورة مع الكاس من الكواليس وعلقت توكلنا على الله. مسلسل أعمل إيه مع النجم العزيز خالد الصاوي والمخرج أحمد عبد الحميد والسيناريست محمد الحناوي، يا رب يعجبكم. والمزيد عن مسلسل أعمل إيه بتتعرفون عليه من نهال عنبر، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 2. بيت عبد الله الفلاني ده أول ما تدخله تحسوا جواه بجمال وحنية ودفى ساكن في كل زاوية فيه. مسلسل جامد جدا، كتابة حلوة قوي، والإخراج جامد جدا حقيقة. أستاذ أحمد عامل شغل جامد قوي، العمل ده هيبقى جامد جدا إن شاء الله. أنا بص ليا كده نظرة في القراية، لما أنا أقرأ حلقة واتنين وأقعد لازم أكمل بقية الحلقات وما نمش، يعني أنا أحب أنام بدري، لكن بقعد لغاية الساعة 5 أو 6 الصبح، يبقى تعرف على طول أن المسلسل ده شددني جدا وأحداثه رهيبة. واللي شدني هال أكثر لهالعمل إنها بترجع علشان تلعب دور محامية بعد ما قدمت هالدور عام 2006 بمسلسل سكة الهلالي. شخصية سكة الهلالي دي شخصية جد جدا وست ماشية على خط مستقيم، لكن هنا لا للأسف لحت أربعها فوق دماغك. شو هتخطفت؟ إيه؟ عودة لأدوار الشر اللي وحشتهم، وهالشر راح نشوفه من نهال تجاه بطل العمل خالد الصاوي. هي بيحصل غلطة معينة منه وأنا طول المسلسل بحاربه بكل السبل الممكنة، لأن أنا بعتبر أنه قصد يعملها وهو كانش قصد يعملها، بس أنا بقى طبعا الربع الشر اللي عندي، مش ربع، هو 3/4 الشر اللي عندي عامل كده. ولكن نهال مستمتعة جدا بتقديمها هالشخصية إلى جانب خالد الصاوي. غول في التمثيل حقيقة، أنا في مشهد من المشاهد كان بيمثله حلو قوي، فأنا نسيت حواري، مش نسيت حواري، أنا سرحت مع تمثيله فنسيت ان انا هرد. فالمخرج قال لي يعني معلش طب نعيد عشان نرد، قلت له معلش يا استاذ والله انا انبهرت باداء الاستاذ خالد، ف يعني ركزت معاه اكتر. ده حق بنتك اللي انت فرطت فيه يا عبد الله. انا اعرف اجيب حق بنتي بالقانون بالدراع باي طريقه، لكن مش هاخد ليها فلوس. وهالمسلسل ما راح يكون الوحيد لنهال، فهي بتستعد لتصوير عمل اخر في مسلسل اسمه عودة البارون. ده مسلسل جامد جدا وده 15 حلقة، بس حاجة جامدة، سامر هو اللي كاتب والمخرج هو أردني، وأنا دوري فيه مش شر لكن صارمة، يعني شخصية زي عزه كده، يعني ما تفهم نتفهم لهاش هي بتضحك ولا ما بتضحكش، ولا عارف الملاش رياكشن كده. الشخصيات دي هي شخصية جامدة جدا جدا، معانا مجموعة كبيرة جدا من الممثلين، شيري عادل وميدو عادل غالبا لو قروا وتوافق يعني، وأستاذ حسين فهمي النجم الكبير، حسين فهمي هو بطل العمل طبعا، ومعانا لا مجموعة شباب كبيرة جدا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا فيها بإذن الله. وهالعملين جاءوا بعد فترة غياب لنهال عن الدراما، وغيابها فسر البعض بسبب عملها بنقابة الممثلين بلجنتي الصحة والتصاريح، الشيء اللي اعتبروه بيأثر عليها كممثلة. ما جاليش حاجة تخليني أعملها، بس لكن أنا بعرف أنسق وقتي كويس قوي، أنا صنع أغلب حاجتي في النقابة بالتليفون، لما بضطر أروح مستشفى بيكون في عملية أو حاجة ومضطر أن أنا أستشير دكاترة وأتكلم معهم عشان أدخل الحالة العملية، لكن أنا يعني عادة بخلص كل حاجتي بالتليفون، ممكن خلصها من اللوكيشن، خلصها من البيت، مش لازم أن أنا كل حاجة بروحها، يعني إن عدد كبير جدا أن أنا أقدر أروح لكل المشاوير يعني، لكن في حالات سيريس وحالات بتبقى جامدة لازم وجودي، فبظبط وقتي كويس جدا وبظبط مع الدكاترة العملية إمتى وأنا هاجي لكم ساعة كذا، يعني كده متفقين برتب كل حاجة. يعني أنا في ميزة عندي النظام، أنا بعرف أنظم وقتي كويس أوي، بنظم أسبوع قبل أسبوعي، يعني أسبوع من أوله كده بكون منظمة كله، غير لو حصلت حاجة طبعا غيرت المسار، لكن ده اللي بعمله، فيمكن النظام بيخليني ما بيعطلنيش، بس هو ما جاليش حاجة، ما تبعتليش حاجة شدتني. وبما أن نهال مسؤولة عن لجنة الصحة، فكان لازم نسألها عن النجوم اللي تعرضوا بالفترة الأخيرة لشائعات حول تدهور صحتهم، وردها بتتابعونا لاحقاً بحلقتنا الليلة.